الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة عن مشكلة الإمساك وعدم التخريج في صغار المعز والأغنام والتي تؤدي إلى وفاة الصغار. فمن المهم بمكان أن نلاحظ عملية الإخراج الأولى وخروج البراز الأسود، وذلك لعدم تجبن اللبن في معدة الصغار، مما يؤدي إلى التهابات المعوية وعدم الرضاعة ثم الوفاة. والمساعدة في عملية التخريج، نجرع الصغار الماعز والأغنام زيت الزيتون عن طريق الفم، ووضع زيت برافين أو زيت زيتون أو جليسرين في مخرج الحيوان، وذلك لتنظيف الأمعاء ومساعدة الصغار على تخريج البراز الأسود والتخلص من الإمساك. مشكلة في عدم في صغار المواليد اللي هو الإمساك وعدم التخريج. نلاقي الجد أو المعزة بتهز ديلها وتعمل صوت، دي دليل إنها فيها عندها إمساك والمفروض نساعدها للتخريج. ودي طبعا بنعمل بنديها حوالي 3 سنتي برافين، زيت برافين في المخرج من ورا، وبعد كده بنكرر العملية بعد فترة. نديها كمان 3 سنتي زيت برافين، زيت جليسرين او زيت زيتون. ويفيد كمان ان احنا نجرع لها حوالي 2 سنتي في الفم من زيت زيت زيتون. وباذن الله بيتم التخريج عشان ما يحصلش تعفن في اللبن الموجود في في بطن الجدي، وبالتالي يموت. بنرفع الفتحه من ورا ونحاول نحط فيها حوالي 3 سنتي زيت برافين في المخرج من ورا. ودي الجدي برضو التاني. بالراحة كده في فتحة الشرج بندي حوالي 3 سنتي زيت برافين او زيت برافين، زيت زيتون، جليسرين، كل ده شغال. وبعد كده نحط برضو في الفم بتاعهم، نجرحهم في رقهم حوالي 2 سنتي زيت زيتون. ونجرع برضو حوالي 3 سنتي للجدي فين زيت زيتون عن طريق الفم، بس نحاول ندوله ما يشرقش بالراحة. ادي الجدي التاني كده محمود، برضه نديله نمسك لسانه ونحاول ان الجدي واحنا بنديله ما يشرقش، بالتالي بنلين الكتلة الغذائية ونمنع الامساك عشان ما تنسدش المصارين بتاعته. علاج عملية الإمساك اللي بتبقى في الأيام الأولى، ودي بإذن الله بتساعد الجدي إن هو أو صغار الماعز على الإخراج، وبيتم علاجه بإذن الله وشفائه، ومبقاش في أي مشكلة خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.